pega, 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 peguete, ela gruda em mim, gruda que nem chiclete. Pega, 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 peguete, ela gruda em mim, gruda que nem chiclete. مساكم الله بالخير جميعا. احنا اليوم في مشروع حكومي جميل جدا ونموذجي ورائع. هذا المشروع هو عبارة عن مدرسة، طبعا مدرسة عادية فيها تعليم مواد وغيرها، ومدرسة رياضية. هذا المشروع طبعا افتتح في عام 2012 في مدينة ريو دي جانيرو. يوجد منها ثلاث مدارس فقط في ريو دي جانيرو، ما في مدارس زيها في المدن البرازيلية الثانية. المدرسة باختصار، الطلاب يجون من الساعة 6 الصباح إلى 6 المساء، يتعلمون فيها إلى الظهر فترة كأي مدرسة عادية، في حصص وفي دروس. سمعنا الجرس، الآن بدأ. إحنا الحين في الجزء الخاص بالرياضة، عندهم فترة غداء الظهر، بعد ذلك يدخلون على الجزء الخاص بالرياضة. الرياضة عندهم هنا في هذه المدرسة ما هي مخصصة فقط لكرة القدم، فيه أنواع كثيرة من الرياضة. مثل ما احنا شايفين في وراي ملعب كرة قدم، وفي هنا مضمار للجري. راح نشوف مع بعض التفاصيل المدرسة هذه وبعض المعلومات الخاصة فيها داخل وخارج المدرسة. طبعا التنوع اللي شفناه في هذه المدرسة من رياضات مختلفة، كرة قدم، جري، حتى الجيم الموجود، وشفنا برضو رياضات مثل الشطرنج اللي هي رياضات عقلية. هذا التنوع لأن كثير من الأطفال اللي جايين في هذه المدرسة، لأنهم من أطفال مناطق فقيرة، الكثير منهم يكون إما خارج من جريمة إما له سوابق، بحكم المناطق الفقيرة في البرازيل دائما ما تكون خطرة، فهم يوفرون لهم هنا الكثير من الأشياء اللي كانت تنتشلهم من هذا الماضي وتغيرهم إلى شيء أفضل بكثير. عشان كذا المدرسة هذه طلعت أبطال أولمبيين كثير جدا، وبعض الأبطال الأولمبيين اللي تخرجوا من هذه المدرسة ما زالوا يجون بعد مدرستهم، أو إذا كانوا في الجامعة يجون ويتمرنون مع الطلاب في هذه المدرسة. طبعا المدرسة تأسست في عام 2012 وكان عندها هدف واضح وصريح جدا، اللي هي إنقاذ الأطفال الفقراء هذولي من الفقر ومن الفساد اللي هم فيه. هدفها الواضح هذا خلاها في عام 2014 اللي احنا فيه تأخذ المركز الأول في بطولة اللي بين المدن، والشيء الثاني 2016 هدفها تكون المدرسة الأفضل في كل أنحاء البرازيل. هم كذا يعيشون الرياضة، مو بس كأس العالم، يعيشون الرياضة و دمجوها مع التعليم مع بعض، وحنا معاهم ومعاكم ومع كورة أعيشها في البرازيل.